بسم الله مع هذه المجموعة من عند الزرع أبيض وأسود، معطف بأكمام طويلة مزدوجة الصدر، جيوب جانبية مخفية، حزام من نفس القماش مع شقف الجزء السفلي الخلفي، إغلاق أمامي، بلوزة بأكمام طويلة 59 × 95 إغلاق أمامي بأزرار، تنورة ب 69 × 95 عالية الخصر بجيوب جانبية مخفية، متوهج في الأسفل إغلاق أمامي بسحاب وزير، كومبينيزون أبيض على أسود ب 89 × 95 طويل بأكمام طويلة جيوب على مستوى الصدر، حزام من نفس القماش إغلاق بأزرار في الأمام. وهذه سترة، سترة سوداء والفست كلاسيك سوداء كلاسيكية بجيوب أمامية وأكمام طويلة ب 79 × 95 79 × 95. وهذا سروال 79 × 95 بخصر مرتفع مع جيوب أمامية وجيوب خلفية، سروال عريض إغلاق بأزرار في الأمام، قميص ب 15 × 95 ولا. وهذه تنورة قصيرة كلاسيكية ب 29 × 95 بلوزة بأكمام طويلة وأزرار إغلاق من الجهة الأمامية ب 59 × 95 فوالا ب 59 × 95 هذه سترة، سترة كبيرة الحجم أوفر سايز ب 89 × 95 جاكيت واسع بأكمام طويلة، جيوب في الأمام وشق في الخلف، إغلاق أمامي بأزرار. هذا إذا تيشيرت ب 12 × 95 برسم على الأمام صورة امرأة. هذا بنطلون منقط ب 69 × 95 بنطلون بخصر مرتفع مع جيوب أمامية وجيوب خلفية، قطعة متوهج في الأسفل إغلاق أمامي بسحاب وأزرار. هذا فستان أسود، فستان أسود بأكمام طويلة ب 39 × 95 هذا التيشيرت ب 9 × 95 بدون أكمام. هذا بنطلون بخصر مرتفع مع جيوب أمامية 79 × 95 وجيوب خلفية، أرجل واسعة، إغلاق أمامي بسحاب وأزرار. هذه بلوز، بلوز ب 59 × 95 بأكمام طويلة. وهذه كومبينيزون ب 89 × 95 بدون أكمام وكول على شكل حرف في، جيوب جانبية مخفية، إغلاق من الخلف بسحاب مخفي وعقدة من نفس القماش. وهذه هي المجموعة من عند الزرع بأبيض وأسود. أتمنى أن الفيديو قد نال إعجابكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة إلى فيديو لاحق إن شاء الله.